يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بحمد الله وتوفيقه تم اليوم برحاب مسجد معاذ بن جبل تتويج الفائزين بجائزة أيادي العطاء للقرآن الكريم في أصنافها الثلاث لأطفال ما بين سن 8 و15. تم تتويجهم على 3 أصناف: صنف تجويد القرآن الكريم، وصنف حفظ القرآن الكريم، وصنف الحديث النبوي الشريف. ولله الحمد تمت هذه المسابقة في أجواء جيدة إيجابية محفزة للشباب والأطفال على المشاركة في مثل هذه المبادرات الطيبة من أجل تكوين ناشئتنا على منهجها التي اعتاده المغاربة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. كما تم تقديم هؤلاء الفائزين وتقديم لهم شواهد تقديرية من طرف جمعية أيادي العطاء، وتمت تلاوة بعض الآيات من طرف هؤلاء الفائزين ولله الحمد. وتم هذا بهذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة القدر، التي انقطعنا عنها لمدة 2 سنين مع الأسف نظرا للتدابير التي كانت متخذة، وتم إحياؤها ولله الحمد اليوم بهذا المسجد. نسأل الله عز وجل كذلك أن تبقى هذه المبادرة سنة حسنة لهذه الجمعية، كما ننوه بأن تكون مبادرات أخرى بمساجد أخرى إن شاء الله لهذه الناشئة لما نرى فيها من حبها لمثل هذه المبادرات، والله ولي التوفيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سميت عبد الغفور بشين، شاركت في مسابقة القرآن ونجحت بالجائزة، ونتمنى من الله نحفظ القرآن. أنا سميتي سهيل قيالي، والحمد لله شاركت في هذه المسابقة اللي نظمتها جمعية أيادي العطاء وربحت فيها بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم، وتنتمنى مني نكبر نحفظ القرآن الكريم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.